إطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص لإخراج المتظاهرين والمتجمهرين من أسار الطير الصدري من القصر الحكومي، ما أدى إلى سقوط 10 قتلى وأكثر من 200 جريح. والآن المصادر الطبية العراقية تفيد للجزيرة بأن الحصيلة ارتفعت إلى 20 قتيلا، وهي حصيلة المواجهات المسلحة داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد. ونحن نتابع هذه الصور من محيط البرلمان قبل قليل لمجموعة من أنصار التيار الصدري بين البرلمان ومقر الخارجية، مبنى الخارجية العراقية. إطلاق رصاص من مسلحين باتجاهات متعددة، وسيارة إسعاف تنقل جرحى. وعن يسار الشاشة دائما نتابع هذه الصور الحصرية لعدسة الجزيرة من بغداد من المنطقة الخضراء لإطلاق الرصاص المستمر. لاحظوا، لم يتوقف إطلاق الرصاص.